زي ما الحرب كان فيها قمع وأفعال غير أخلاقية، وزي ما في جانب مظلم وجرائم ومجازر إنسانية وانتهاك لكل القوانين الدولية، يوجد أبطال حقيقيون يقفون خلف الستار. أبطال دورهم لا يقل أهمية عن الجندي اللي ماسك سلاحه وبيحارب بكل شرف كيان غاشم. أبطال لولاهم ما تم توثيق الحقيقة وما كانش العالم كله شاف المعاناة اللي بيعيشها الأطفال والأبرياء في غزة. لولاهم ما كان المجتمع الدولي كله ينقلب في يوم وليلة ضد قوات الاحتلال. لولاهم ما كانتش الحقيقة انكشفت. هم أصحاب فضل كبير ودور لا يستهان به ابدا. والمريف في الامر ان بعضهم الان في خطر شديد ومهدد بالاغتيال في اي لحظه، وفيديو اليوم هدفه ان هو يوثق الحقيقه عشان لو اصابهم مكروه في اي وقت من الاوقات فانتوا دلوقتي عارفين مين السبب. ما تنساش يا صديقي ان انت تنشر الفيديو ده في كل مكان مع اصدقائك وتضغط لايك، وتفاعلكم في الساعات الاولى بيساهم ان المحتوى بتاعنا ينتشر لاكبر عدد من الناس. واما ان كنت من اصحاب الراس المربع فالكلام ده مالكش دعوه بيه خالص، خش دور على اي حاجه تنتقدها عشان تبان روش ودمك خفيف. مشاكلي مع اصحاب الراس المربع اقسم بالله لا تنتهي. طبعا في البداية مش هنسى اقول لكم شكرا على حبكم ودعمكم الذي لا يقدر بثمن، ويلا مش هطول عليكم في الكلام كتير وبسم الله فلنبدأ. وائل حمدان ابراهيم الدحدوح، بكل تأكيد شاهدته اكتر من مرة في اصعب المواقف والازمات على قناة الجزيرة. فالزميل وائل زي الاسد بياخد الكاميرا ويتجه صوب الحقيقة مهما كانت المخاطر. ولما نركز في قصة حياة وائل ونشأته هنفهم بالظبط ايه هو سر صموده. ده غير ان زميل وائل ليه قصة نتعلم منها كلنا معنى العزيمة والصبر. قصة حقيقية مؤثرة لازم تتحفر في صفحات التاريخ بحروف من ذهب. وائل دحدوح هو صحفي فلسطيني ولد ودرس في غزة وقضى معظم سنين حياته فيها. ولما تعرفوش ان وائل تم اعتقاله لمدة 7 سنوات كاملين في سجون الاحتلال. بدأ وائل حياته المهنية مراسلا لصحيفة القدس الفلسطينية واشتغل لصالح وسائل اعلام اخرى لحد ما اخيرا في سنة 2004 يشتغل في قناة الجزيرة. في رحلة عمله في قناة الجزيرة اثبت الزميل وائل انه مش مجرد مراسل بل انه مدرعة الطلقة منه باربعة. في خلال ما كان بيغطي وائل القصف المستمر من قوات الاحتلال في الاحداث الجارية الان، تجيله اصعب مكالمة ممكن تمر على اي انسان في حياته، المكالمة اللي هتغير مصير حياة وائل للأبد. مين؟ يلا السلام. شو مين؟ ولا شيء. ايش؟ ايش صار؟ خاطين ستي وغالي الناس كلهم. شايفين وينهم قولهم؟ اه يا عم احكي. مين زلمه في هاي بنت في المستشفى؟ اه مين؟ الو امسك يا مهر امسك هذه خلود. هي مين؟ هي مين هي اللي عندك؟ مين هي اللي عندك؟ ايش اسمها يعني؟ استهدف المكان اللي عندكم؟ استهدف المكان اللي عندكم اللي انتم فيه؟ ربما تكون ما سمعتش او فهمت ايه اللي حصل بالظبط او ايه اللي اتقال في المكالمه، بس المكالمه دي يا صديقي اللي جه وائل الدحدوح فيها خبر وفاه اهله بالكامل تحت القصف شهداء بسبب طبعا قصف قوات الاحتلال المنزل. لحظه صعبه جدا ممكن تتسبب في انهيار اي انسان. ولكن تخيل ما هو رد الزميل وائل على ما حدث. هل حزن وائل حزن شديد لدرجه ان هو ما قدرش يقاوم؟ هل قعد في الارض وفضل يلطم ويصرخ ويصيح على اولاده؟ هل دي كانت اخر مره نشوف فيها وائل الدحدوح على شاشات قناه الجزيره ويغطي اخبار زي ما هو متعود؟ الجواب يا صديقي ولا واحد من دول. بكل تأكيد حزن وائل كان صعب جدا، بكانا جميعا وعشنا معاه أصعب اللحظات والأوقات. فكل اللي شاف المشهد من أصحاب القلوب الرحيمة حط نفسه مكانه وانهمرت عيونه من الدموع. ولكن قبل ما أوريك المشهد ده خليني أوريك آخر مكالمة تمت بين وائل وزوجته. هتشوف فيها قد إيه وائل فعلا كان خايف عليهم وبيقول لهم خدوا بالكم من نفسكم ومدى الحب اللي في قلبه ليهم. وده طبعا هيبان على ابتسامته اللي هتظهر على وشه مجرد ما يسمع صوت زوجته أم حمزة اللي للأسف الشديد توفت بعد المكالمة بوقت قليل. يا ام حمزه يا حبيبي اسمعي خبصنا الدنيا عاجبك هيك؟ الو انا فاتح السبيكر وانت على الهواء مباشره دير بالك.
حبيت اتواصل، هيني بدي افتح السبيكر، حبيت اتواصل اطمن عليكم. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا رب، يجزيك الصحه يا رب ويحفظك ويعطيك العافيه. الله يعافيك، الله يبارك فيك. كيف اموركم؟ والله تمام الحمد لله. ما يصعب كلكم بخير، احنا بخير، الاولاد وكلهم بخير ان شاء الله. الحمد لله كلنا بخير، وانت بخير واحنا بخير ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. ايش روحتوا على البيت؟ سلمي دير بالكم على الجميع، خلي الاولاد يديروا بالهم وشوف كيف الامور ان شاء الله. ان شاء الله. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. ودلوقتي يا صديقي هوريك الزميل وائل الأسد الفلسطيني وهو رايح يودع ويشوف أهله وزوجته وأولاده للمرة الأولى في المستشفى، بيشوفهم وهم جثث هامدة قدام عينه، وأصعب لحظات وداع حرفيا. وهذا مع الأسف ما حدث، يعني هذه هي المنطقة الآمنة التي تحدث عنها جيش الاحتلال، جيش الأخلاقي. نستمد قوتنا منك، وقلت شيء أن هذه الدموع؟ بالتأكيد، يعني احنا المصيبة كبيرة حقيقة، خصوصا انها بحق اطفال يعني ونساء لا اكثر ولا اقل، يعني عدد كبير من ويقصف المنزل. بعد الخبر وائل راح صلى على اهل بيته وودعهم جميعا، خسر زوجته ام حمزه واولاده، وتبقى لسه عنده الابن الاكبر حمزه اللي كان بيعاني من اصابات خطيره جدا في الراس، وللاسف الشديد ما كانوش لاقيين خيط عشان يخيطوا له الجرح، ولكن ولله الحمد حمزه الان بخير. وائل من اكتر الناس البشوشه اللي لما تشوف وجهه تشعر بالراحه النفسيه، هو كده في ناس ربنا خلقها تتحب من اول نظره، وناس تانية مهما حاولت تتقبل وجودهم او تحبهم هتحس كده ان في حاجه بتمنعك، ولذلك بسبب مكانه وائل في قلوب الناس كلها كان حزن اصدقائه عليه حزن مؤثر جدا، عشان لاول مره اشوف كل المذيعين اللي طلعوا على قناه الجزيره في الوقت ده وهم بيبكوا بكاء شديد على فقدان صديقهم، بيبكوا وهم بيعلنوا واحد من اصعب الاخبار اللي بيعلنوها مباشره قدام الكاميرا، خبر وفاه اسره وائل الدحدوح بالكامل. ننوه لهذا الخبر العاجل الذي ننقله على شبكه الجزيره، حيث استشهد عدد من افراد عائله الزميل وائل الدحدوح بمن فيهم زوجته وابنه وابنته في قصف إسرائيلي استهدف منزل الزميل وائل الدحدوح، كان معنا قبل قليل وتابع القصف الذي استهدف المنطقة التي استشهد فيها عدد من أفراد عائلة الزميل وائل الدحدوح. يفقد اليوم عددا من أفراد عائلته بمن فيهم زوجته وابنه وابنته في قصف إسرائيلي استهدف منزله. أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المتواصلة لعملية طوفان الأقصى في يومها 19. آلة الحرب الإسرائيلية تواصل جرائمها، آلة الحرب الوحشية تواصل جرائمها بحق المدنيين في قطاع. من 9 سنوات وائل قدام الكاميرا كان في نفس موقف أصدقائه المذيعين أثناء تغطيته لمجزرة الشجاعية، لم يتمالك وائل نفسه وانهمر من البكاء. على كل الأصعدة حقيقة رأينا جثامين للشهداء ملقاة على يعني نحن نقدر الموقف وائل، يبدو بأن المشهد الإنساني الذي عاينته بنفسك كان جدا مؤثر، نحن جميعا تأثرنا بهذه الصور والمشاهد التي نقلتموها إلينا من داخل حي الشجاعية ونقدر تماما. وائل هو إنسان حقيقي، شخص لو قعدت أحكي عنه من هنا للسنة الجاية والله العظيم ما هكفي، ولا هقدر أعبر أبدا عن مدى حبي ليه ومدى العمل البطولي اللي قدمه. يمكن دي تكون أول مرة وأنا بتكلم قدام الكاميرا أكون حابب أمدح وأثني على شخص بالشكل ده، ولكن ده لأن وائل من وجهة نظري هو بطل يستحق كل الاحترام والتقدير. الموضوع
صديقي وصل لدرجة ان انا وانا قاعد وسط اهلي لما بسمع بس صوته على قناة الجزيرة بجري على طول اقف واتفرج عليه، وطول ما هو ظاهر على الشاشة بقعد اقول في حقه كلام زي الفل، وده بصراحة لاني طول الوقت قاعد منبهر من العمل المشرف اللي بيقدموه. بعد كل اللي حصل وكل المعاناة والاسى اللي عاشها وائل، يقوم بتقديم واجب العزاء لاهله ويرجع من تاني لعمله، وكأن التاريخ مصمم يحفر اسم وائل بحروف من ذهب. بعد ما رجع وائل لعمله بدل ما يشعر بالخوف الشديد والرعب من تواجده في اماكن الخطر، يصمم وائل ان هو يكون متواجد في اماكن القصف، متواجد في اخطر المواقع واخطر الاماكن في غزة. وبالصدفة يلتقط وائل واحدة من اصعب اللحظات المرعبة اللي يستحيل المراسلين والصحفيين اللي قدموا دور بطولي جدا في الحرب. فلازم نذكر الناس البسيطة اللي وجدوا نفسهم فجأة بدون اي مقدمات هم ابطال من ابطال الحرب، مصدر مباشر موثوق العالم كله قاعد مستني تغطيتهم للخبر عشان ياخد منهم الحقيقة. مراسلين فضحوا حقيقة الاحتلال والاعمال البشعة اللي بيعملها بدون اي اختيار منهم، ولكنهم فعلا عملوا اعمال بطولية. طبعا وانا قاعد بديك المقدمة اللطيفة دي، اول واحد خطر على بالك هو صالح الجعفراوي. صالح الجعفراوي هو شاب عادي بيعيش في غزة، قبل وقوع اي شيء كان صانع محتوى بسيط جدا في بداية طريقه، ولكن يشاء القدر ان صالح يتحوط بمجموعة من الاحداث المؤلمة اللي غيرته تماما وحولته من شاب المفروض بيعيش افضل لحظات حياته لشخص قاعد يبكي ويصرخ على اهله واصدقائه ويصورهم وهم اشلاء وينشر ويفضح الحقيقة طول الوقت. صالح فجأة تحول لمصدر اساسي من مصادر الخبر، فكان حريص على ايصال الحقيقة طول الوقت وفتح قوات الاحتلال. يا جماعة الوضع صعب، الوضع كتير صعب، الوضع كتير صعب، كتير شهادة كتير وجرحى كتير، قاعد بنقتل ويشهد قاعد بقول له احكي اشهد ولا لا والله يموتوا يموتوا قدامي يموتوا. وبعد نشر مقاطع قاسية ومشاهد لا يتحملها أي بشر إطلاقا، مشاهد مشرفة جدا فضحت الاحتلال وجرائمه البشعة، تفاجأ الاحتلال بمدى تأثيره وقرر أبشع قرار ممكن يتخد في التاريخ وهو اغتيال صالح. حاليا صالح مازال في غزة مهدد، لكن موقفه كما كان موقف مشرف، فبرغم صعوبة الأمر إلى أنه طلع بيضحك قدام الكاميرا وبيقول أنا بالزعلان ولا خايف من التهديد اللي تهدد لي، كل ده أكد لي إن فعلا سببت لهم خسائر كبيرة وفضحتهم وحمل المجتمع الدولي مسؤولية حمايته. ولكن للأسف شديد يا صالح، كان المجتمع الدولي حمى الأطفال والمساكين والأبرياء، المجتمع الدولي حاليا بلا أي قيمة إطلاقا. اللي بيحصل في غزة دلوقتي خلاص وضح الحقيقة قدام العالم كله، وكل واحد اتحط في مكانه الصحيح، وأنا هنا بتكلم سواء عن دول أو منظمات أو شعوب. أوعى يا صديقي تاخد رد فعل الدولة على إنه رد فعل الشعب، فأغلبية شعوب الدول حول العالم حاليا رافضة اللي بيحصل في فلسطين، أما اللعبة اللي بتحصل أكبر بكتير جدا من الشعب، واللي لازم يلام في الموضوع ده هم الحكام مش الشعب. لذلك أنا بزعل جدا لما ألاقي شخص يشتم شعب دولة معينة، لا يزور رأس المربع، ما تشتمش الشعب، الشعب ملوش أي علاقة خالص. صحيح في بعض الشعوب المتخزلة اللي تستحق، ولكن أنا بتكلم في العام، مش أي دولة خدت موقف سلبي يبقى كل الشعب بتاعها ولاد كلب ملهمش لازمة، في شعب هيموت ويتدخل ولكنه للأسف الشديد مش قادر. ومش عايز أتكلم في النقطة دي أكتر من كده. صالح برغم من كل اللي حصل له واللي مر بيه وإنه مهدد بالموت في أي لحظة، ممكن يغتالوه بطلقة مسدس وممكن يغتالوه بإحدى القذائف، أحد مش عارف بصراحة الموت هيجيله منين ولا فين، لأنه مصمم على البقاء وسط أهله وأحبابه في غزة، وقال إن هو مش هيطلع من غزة إلا لو انتهت الأحداث الحالية، وإن هو هيفضل مستمر في التغطية. وإنت قاعد دلوقتي تسمع عن بطولاتهم وأمجادهم ممكن تعتقد إن الأمر عادي، ممكن تقول هم اتحطوا في الظروف دي وما قدهمش خيار تاني فلازم يعملوا كده، ولكن يا صديقي لا أنا ولا أنت ولا أي إنسان على وجه الأرض هيحس الشعور اللي هم حاسين بيه. عمرك في حياتك ما هتشعر بشعورهم إلا لو كنت مكانهم، وأحمد ربنا جدا إن أنت اتولدت في دولة فيها أمن وأمان وسلام. الناس اللي اتولدت في أماكن كلها حروب ما عاشوش ولا لحظة من ساعة ما تولدوا، حياتهم كلها عبارة عن نزوح ورعب وألم، وفي أي لحظة كده ممكن تختفي عائلة بالكامل. لو فاكر إن اغتيال صالح دلوقتي أو غيره من المراسلين اللي بيغطوا الحقيقة هو أمر صعب، فحب أقولك يا صديقي إن في أكتر من 50 مراسل وصحفي توفوا أو استشهدوا حتى الآن في غزة. الله أعلم هل قوات الاحتلال كانت قصد تصفيتهم فعلا ولا لا، ولكن على كل حال الموضوع مش بعيد أبدا. فأتمنى إن الفيديو ده يوصل للعالم كله عشان الكل يعرف الحقيقة، ولا قدر الله لو صالح أو غيره من اللي إحنا اتكلمنا عنه حصل له اي حاجة فيبقى العالم كله شاهد وعارف مين السبب، ونبقى عارفين ان قبل كل حاجة هم تهددوا اكتر من مرة بالاغتيال. سبحان الله بقينا في زمن لو قلت الحقيقة هتتقتل، فالافضل ان انت تسكت وما تتكلمش خالص. طيب دلوقتي لو انتوا شايفين اللي انتوا بتعملوه ده فظيع للدرجة دي ومش عايزين العالم يسمع عنه، فانتوا بتعملوه ليه من الاول لما انتوا خايفين ان حقيقتكم يشوفها الناس كلها، ولما انتوا عارفين ان ده عمل غير انساني وان دول مجرد شعب بريء ملوش اي علاقة باللي بيحصل؟ ازاي حللتوا الموضوع لنفسكم واعتبرتوهم حيوانات بشرية؟
ازاي ضميركم سمح لكم ان انتوا تؤذوهم بالشكل ده وانتوا عارفين ان اللي بتعملوه ده انتهاك لكل القوانين الدوليه؟ ولا ضمير ايه اللي انا بتكلم عنه؟ انتوا اساسا بلا انسانيه ولا ضمير ولا رحمه، ولا الانسانيه ولا الرحمه دخلت ولا عدت على قلوبكم. شكرا يا صديقي ان انت وصلت معايا لنهايه، واتمنى فعلا العالم كله يعرف ايه اللي بيحصل. لو عايز تتواصل معايا او عندك اي حاجه حابب تقولها لي فالانستغرام بتاعي هسيبه لك تحت في الديسكربشن، وما تنسوش تدعوا لاخواتنا وحبايبنا في غزه والله ينصرهم ان شاء الله. في النهايه خد بالك من نفسك وخليك في امان لحد ما اشوفك على خير بإذن الله في فيديو جديد، والسلام.